الإخوان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم، فيديو جديد اليوم. بغيت نشارك معكم أنني حرت الأرض، يعني كنوجد الأرضية باش نزرع الذرة، باش ندير لونسيلاج للكسيبة كما كتشاهدوا في الصورة. يعني بعد عملية الحرط كنحرطوا الأرض مزيان، نكربلوها مزيان، ومن بعد كنقوموا بالتراسية كما كتشاهدوا دابا في الصورة. يعني كنقوموا بواحد الخطوط متوازية على طول كما كتشاهدوا في الصورة. يعني عملية بسيطة، حتى كنكملوا الأرض كلها، ومن بعد كنقوموا بعملية الزرع. إن شاء الله غادي نشارك معكم المراحل كلها، من الزرع والإنبات والساقي إلى الحصاد إن شاء الله. كما كتعلموا هنا أن لتربية المواشي خص الإنسان يوفر لها الأكل ديالها، يعني خصو يوفر الأعلاف والتيبن، لأن ولكن انت كتشري كل شيء، يعني راه قاسحة شوية القضية، يعني كل شيء غالي، يعني ما يشيطلك والو. يعني خصك توفر العلف راسك، وتوفر التيبن، ودير الدرا باش يكون عندك واحد التوازن. والإخوان كنتمنى الفيديو ينال الإعجاب ديالكم، اللي ما شاركش في القناة يشارك وديروا لايك للفيديو. وإلى فيديو لاحق إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.